هنا الرياض، أهلا بكم. بالنار والحصار، جرائم ميليشيا الحوثي تتوالى في اليمن، وعسيري يضع الإعلام الغربي أمام الحقيقة الكاملة. المتسابقان إلى البيت الأبيض في ساعات الفرصة الأخيرة لاستقطاب الناخب، واستطلاعات الرأي لا تزال تنحاز لكلينتون بفارق ضئيل. كذب حتى يصدقك الآخرون عبارة تنقل عن جوبلز وزير دعاية هتلر، ويطبقها الإعلام الحوثي الذي يبدو أن افتراءاته تجد أذانا صاغية في بعض وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات الدولية. وكما يقول تشرشل، في زمن الحرب تكون الحقيقة ثمينة جدا. ويبدو أن تأثير واقع على حقيقة الوضع الإنساني في اليمن ما أسهم في إلقاء التهم جزافاً على التحالف العربي والإسلامي وتحميله مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في اليمن. الحرب النفسية والتضليل والتعتيم كلها مصطلحات تزدهر في زمن الحروب. فهل وقع الإعلام الغربي تحت تأثير الدعاية؟ أسباب ذلك ومعرفة من يقف وراء الدعاية الحوثية نناقشه في ملفنا الأول. على اليمنيين قتلت الأبرياء ودمرت وحاصرت المدن السكنية، انتهكت وارتكبت بحق المدنيين أفظع الجرائم، قامت بنهب وسلب البنوك التجارية والمؤسسات، واعتقلوا وفجروا البيوت، وهجرت قسرا آلاف الأسر إلى مخيمات النزوح، اعتقلت المناوئين لها ولأفعالها المشينة. الوضع الإنساني كان الأسوأ نتيجة منع الانقلابيين وصول المواد الإغاثية والطبية للمدنيين، فانهار القطاع الصحي وانتشرت الأوبئة والأمراض، وكانت الكوليرا وحمى الضنك في مقدمة تلك الأمراض. مدينة الحديدة كانت شاهدة على الحصار الخانق للميليشيات، ولتظهر للعالم حجم المأساة التي ارتكبها الانقلابيون بحق أبناء اليمن، فالمجاعة تهدد حياتهم. آلات الميليشيات لم تكتفي بقتل اليمنيين فحسب، بل راحت إلى التضليل عن جرائمها باستخدام ومحاولات إعلامية كاذبة لإخفاء جرائمها التي ترتكبها، فكان مطبخها يلفق الأكاذيب عبر أبواقه التي تقف وراءها إيران وأعوانها في المنطقة. رد اللواء أحمد العسيري كان مفحما للمذيعة التي تجرأت على اتهامها للتحالف لما يحدث في اليمن، فكان رده مفحما بأن تحرك التحالف هو لوقف جرائم الحوثيين ضد المدنيين. نحن نتحرك في اليمن كي نمنع حدوث حالات كهذا، ولكي نعطي اليمنيين حقوقهم بالمعاملة الجيدة. هناك بلاد كاملة فيها أفراد مثل هذه المرأة، مخطوفة من جماعات مجرمة تريد فرض قوتها بغض النظر عما سيكلف الأمر. لم يتأخر مركز الملك سلمان في تقديم مساعداته الإنسانية والإغاثية، فكان المبادر الأول في تقديم المساعدات الطبية لتخفيف المعاناة عن المتضررين، واستطاع الوصول إلى مناطق بعيدة، ولم يستثني أي محافظة رغم سطو الانقلابيين على المساعدات الإغاثية والطبية ونهبها. فديدن الانقلابيين هو القتل والتدمير وارتكاب الجرائم والانتهاكات، فما تصنعه الميليشيات والمخلوع الصالح بحق اليمنيين توثقه المنظمات الحقوقية والإنسانية. عبد الفتاح غلاب لبرنامج هنا الرياض.
وللنقاش في ملفنا الأول بشأن مسؤولية المجتمع الدولي عن أزمات اليمن والآلة الإعلامية لميليشيات الحوثي وتزييفها للحقائق، ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ الإعلام في جامعة الإمام الدكتور عبد الله العساف، كما ينضم إلينا من مأرب الباحث في الشؤون السياسية عبد الملك اليوسفي. مساء الخير ضيوف الكرام، أهلا وسهلا دكتور عبد الله. الحوثيون يبدو أن دعايتهم تصل إلى الإعلام الغربي، ما السبب؟ أولا مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الإخبارية. مثل ما حضرتك تفضلت أخوي أيمن، هناك أذن صاغية، هناك رغبة أن الإعلام الغربي هو انعكاس للسياسة بكل ما تعني هذه الكلمة. الإعلام الغربي مهما ادعى الحرية وما ادعى الاستقلال هو إعلام مسيس وإعلام موجه، يخدم أجندات معينة، يخدم توجهات معينة، وبالتالي هو يسمع بأذن واحدة وينظر بعين واحدة ويغفل أشياء كثيرة. لم ينظر إلى عاصفة الحزم، أسبابها، لماذا قامت هذه العاصفة، لماذا انطلقت هذه العاصفة، وبالعين الأخرى لماذا لم ينظر إلى إعادة الأمل. هاتين العاصفة وإعادة الأمل هما لإنقاذ الإنسانية في اليمن، استجابة للشرعية، استجابة للشرعية في اليمن لما يحدث من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان التي يتباكى عليها الإعلام الغربي أو بعض المنظمات في الغرب بكل أسف. ناهيك عن أنه الحوثي قرصاً واستطاع أنه يسرق القناة اليمنية الرسمية التابعة للحكومة، بل أنه أتاح له فرصة القمر الفضائي الأوروبي بأنه يبث عن طريقه. طالبت الحكومة الشرعية مراراً وتكراراً القمر الأوروبي بإلغاء هذا البث لأنه نفس الشعار ونفس الأسم، قرصنه تماماً كل شيء، وبالتالي أصبح يبث كأنه القناة الرسمية للحكومة الشرعية في اليمن. إذن هناك أجندات خفية وهناك أجندات بدأت تتكشف ظاهرة، بدأ الإعلام الغربي يميل إليها كثيراً، بتقريباً باستهداف المملكة العربية السعودية تحديداً. هناك حرب إعلامية تشن ضد المملكة العربية السعودية، خلفها مكاتب علاقات عامة مدعومة بلوبي وتوجهات إيرانية. أستاذ عبد الملك اليوسفي من مأرب، برأيكم هل هذا هو يعني فشل في إعلام الشرعية في تبيين الحقائق الموجودة على أرض الواقع في اليمن؟ نعم أستاذ أيمن، عندما نتحدث عن الأكاذيب الحوثية لسنا محتاجين أن نقول أن الحوثيين يكذبون، فهناك مثل في اليمن يتداول بين اليمنيين، أكذب من حوثي يعني بدل أكذب من سجاح، ولكن نحتاج أن نحمي الناس من التضليل. وقبل أن أتحدث عن إعلام الشرعية دعني أتحدث على نقطة مهمة في التعاطي مع هذه المعضلة، معضلة التضليل الذي يحصل، أننا نحتاج لإعلام استباقي يكون له قدم السبق والمبادرة لكشف التضليل الذي خلط الأوراق ووضع الضحايا في خانة واحدة مع الجلاد، وضع الشرفاء في خانة واحدة مع المافيا، وضع كثير من الناس المضلل بهم المنهوبة أموالهم في خانة واحدة مع اللصوص. وبالتالي هناك حاجة ماسة وملحة لإعلام يخلط هذه يبعد خلط هذه الأوراق. نحتاج إعلام استقصائي يلاحق شبكة الدعارة السياسية والإعلامية التي تحركها المخابرات الإيرانية في أورقة بعض المنظمات ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، وحتى في بعض أورقة وكواليس الأمم المتحدة. أستاذ عبد الملك، أستاذ عبد الملك، أداة ذات أنياب، نحتاج عصا غليظة. نعم أنتم تشيرون هنا إلى آلة إعلامية مدعومة من إيران، إذن في هي التي تسير هذه الدعاية الحوثية. ليس فقط الدعاية الحوثية في اليمن، المخابرات الإيرانية منذ عقود وهي تنشئ علاقات يعني في دول معينة وفي منظمات معينة، زرعت أشخاص بعمل استخباراتي خالص. يعني هؤلاء الناس إذا كشفوا وإذا عمل عمل استقصائي لفضح هؤلاء الناس، أعتقد أن سيكون أحكامهم مغلظة، يعني لن يكون أقل من السجن، بل ربما يصل معهم الإعدام في بلدانهم، أولئك العملاء للمخابرة الإيرانية أو الشبكة الناعمة للتزييف الوعي الدولي. أما بالنسبة للوعي المحلي فهناك ضخ من الأكاذيب لا ليس أمامه إلا الضحك، يعني أحيانا مثير للضحك، في ظل كما ذكرت إخفاق في إعلام الشرعية في مواكبة الحدث.
سيدي يعني الإعلام الشرعية هو جناح طائر مهم، يعني هنالك إعلام خارجي، إعلام التحالف قائم على أروع ما يكون ومنطلق كالصاروخ، يقوم بواجباته كأفضل ما يكون في وقت تقاعس وتخاذل وخذلان من إعلام الشرعية. لذلك دعني أقول أننا في هذه المعضلة الإعلامية محتاجين لإعلام شرعية يواكب الإعلام الرسمي، الإعلام الخليجي، ويكون عند مستوى المسؤولية. الإعلام اليمني يا سيدي، إعلام الشرعية محتاج للقيادة. يعني الدكتور عبد الله قبل قليل تحدث عن انه الدكتور عبد الله هنا في الاستوديو تحدث عن انه يبدو ان هناك ايضا يعني تعاون غربي في هذا الموضوع، هناك يعني تمكين للانقلابيين على مستوى يعني الاقمار الصناعيه، هناك مساحه للقنوات تعطى لهم من اجل بث هذه الدعايه، وبالتالي ربما ان هناك قصور في اعلام الشرعيه، لكن هناك ايضا تعاون في الاعلام الغربي والاوروبي. أستاذي الجليل، يعني التقصير الذي حصل في العمل الدبلوماسي اليمني، لأنه السعودية لا تستطيع أن تتدخل عندما يتعلق الأمر لدى الدول، عندما يتعلق الأمر بمعركة يمنية. التقصير الذي حصل في الدبلوماسية اليمنية التابعة للرئيس هادي، التقصير في وصول الرسالة، إذا لم تملأ الفراغ أنت سيملأه خصمك وعدوك. المجتمع الدولي هذا لا يزال يقر بشرعية الرئيس هادي، المجتمع الدولي يتعامل مع علي صالح والحوثيين أنهم إرهابيين، لكن الذي حصل القصور، لم يصل الرسالات، هنالك شبكة ناعمة تشتغل بكل ما أوتيت من قوة في ظل تقصير وعجز من الإعلام الشرعية. ولذلك نحن نحتاج، اتضحت فكرة. اسمح لي لرسالة مهمة، نحتاج. اتضحت فكرتك أستاذ عبد الملك. دعني أسألك الدكتور عبد الله، يعني هل المجتمع الدولي اليوم يعني ينظر، لا ينظر إلى سبب المعاناة الأصلية في 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 ما يخص الأزمة اليمنية؟ اسمح لي بس قبل أن أنتقل هذا السؤال، بس أرجع إلى الأخ عبد الملك. أنا أود أن أضيف إنه الحوثي طبعا هو ليس لديه، لا أقول خبرة، بل ليس لديه معرفة في التعامل مع وسائل الإعلام. كل ما لدى الحوثي هو الكاسيت وبعض المطبوعات التي توزع في المجامع وبعض الخطابات في المساجد وعدد من طلبة العلم. قبل قليل قلت أن هناك تمكين، يعني هناك يعني إرسال على قنوات فضائية، يعني سأتحدث الآن عنها. إذن هناك شبكة إعلامية لبنانية يديرها حزب الله بتمويل إيراني، لديها خبرات، هي من استطاعت أن تدير العمل الإعلامي من وراء حجاب. صعدت الحوثي في الواجهة، لكن وفق ممارسات إعلامية ذات خبرة وذات توجهات إيرانية تديرها لبنان من الداخل اليمني ومن الخارج. من يدير مثل هذه الشبكات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي بكل تأكيد هم ليسوا الحوثيين. الذين لم يعرفوا شبكات التواصل الاجتماعي إلا بعد الثورة في 2011 بدأ لهم موقع على شبكات التواصل الاجتماعي، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هو فعلا نجح الحوثي بكل أمانة وبكل صراحة، نجح الحوثي في إرسال، في إقناع العالم الغربي المهيئ نفسيا او مهيئ سياسيا انه يتقبل كل ما ياتيه من 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 جانب الحوثي. صورت دبابة التحالف ومدفع التحالف وطائرة التحالف، ايضا ارفق مع هذه المعدات العسكرية صورا التقطت وفبركت من سوريا ومن غزة ومن غيرها، وقدمها لا. إلى العالم الغربي لا. الذي يتباكى على الإنسانية لا. دون أن يوضح أسباب. العالم الغربي تعاطف معه دون أن يرجع لكن ويعالج مشكلة هذا لكن السبب. لكن لماذا إعلام الشرعية، لماذا هو اليوم يسيطر على نطاق واسع من أراضي اليمن، وهناك يعني كثير من المآسي حدثت بسبب يعني حصار الحوثي أو يعني خلف من ورائه مشاكل كثيرة على المستوى المجتمعي وعلى مستوى البنية التحتية وعلى المستوى المادي والإنساني، لكنه لا يتم إبرازها في الإعلام الغربي. هناك يعني نرى أنه أن الإعلام الحوثي جالس يعني يسوق للمآسي هذا ويتاجر فيها ويحصل على مكاسب. إذن أنا لابد أن أتحدث أنه الإعلام الشرعية لم يوازي النجاحات السياسية والعسكرية والدبلوماسية المتحققة لعاصفة الحزم. الإعلام الشرعية أو الإعلام التحالف اتجه إلى التحليل السياسي، مغفلا جانب مهم جدا وورقة كبيرة يملكها، هو ينطلق من منطلقات إنسانية، لم يتعرض لهذا المنطلق الإنساني. بينما جاب الحوثي شرق العالم وغربه بصور مفبركة ومزورة من سوريا ومن غزة ليبرز الجانب ويكسب التعاطف الإنساني الغربي. نعم أستاذ عبد الملك، يعني الدكتور عبد الله هنا يتحدث عن شبكة تدار من لبنان ومن حزب الله تحديدا
فيما يخص الإعلام الانقلابي. هل لديكم معلومات حول هذه الشبكة، المعطيات حولها، من يقف عليها، هل يقف عليها يعني يمنيون موجودون يعني في لبنان أم ماذا؟ سيدي، الشبكة هي شبكة استخباراتية صرفة خالصة، تدار يديرها لبنانيون عملاء مع المخابرات الإيرانية. هناك شبكة ناعمة في الداخل، يعني عبارة عن منظمات حقوقية وناس حقوقيين يعملوا على تسويق هادئ وناعم للأكاذيب والتضليل. هناك حتى شخصيات زرعت وتتعاون مع المخابرات الإيرانية في داخل المنظمات معينة ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة وحتى في أوراق الأمم المتحدة. هذا الضخ كله تديره مطابخ معينة، مطابخ وخلايا أزمة توجه تكاد تكون تعمل بتناغم. الحوثيين كما ذكر الدكتور عبد الله وأنا موافق مع أنهم لا يفهمون شيء، لا يفقهون شيء، لكن المسألة شغل استخباراتي في ظل تقصير من الشرعية في مواجهة هذا المسمى. لذلك أقول يا سيدي، دعنا نتجه في الاتجاه الإيجابي وهو البناء بدل النقد. نحتاج لإعلام استقصائي، نحتاج لشغل دبلوماسي لفضح تلك الشبكة لأنها متورطة بعمل استخباراتي يتعارض مع قوانين تلك الدول التي ينطلق منها. هناك تعاون حتى مع اللوب الصهيوني، يعني هناك منظمة معينة لا أتذكر اسمها، لها صفة استشارية للأمم المتحدة، من عند انطلاق عاصفة الحزم نقلت نشاطها من مكتب لبنان إلى مكتب إسرائيل، وأصبحت مديرة هذه المنظمة تغسل جرائم، يعني عبارة عن صابون وكلوركس لغسيل جرائم الميليشيات عند المجتمع الدولي. لكن دعني أرجع إلى الاتجاه الإيجابي أستاذي، الحديث عن إعلام الشرعية وماذا نريد بدل أن نتحدث. لا نريد أن ننتقد، وإنما نريد أن نبني، أن نصلح، أن نسند، ليكون المساحة الإعلامية من باب البناء. سيدي، الإعلام الشرعية يحتاج لأيادي مخلصة لتوظيف الموارد التي يضخها التحالف بكرم وسخاء في صنع تأثير إعلامي حقيقي. الإعلام الشرعية محتاج لقيادة مخلصة تستمد تشتغل على التأثير، على صناعة التأثير بحنكة جاسر الجاسر وبتميز ومبادرة بقية القيادات الإعلامية. الإعلام اليمني يا سيدي بحاجة إلى مؤسسات إعلامية يتم تفعيلها، هي موجودة لكن يتم تفعيلها تستلهم التجربة الإخبارية السعودية التي وصلت إلى صدارة القنوات الأكثر مشاهدة في اليمن في فترة وجيزة. تحتاج أن تتعلم من قناة الحدث التغطية، أو تحتاج أن تتعلم من الجزيرة نحتاج إعلام حقيقي يكون مخلص، ناس أصحاب قضية. للأسف الشديد يا سيدي، الإعلام عند الجانب اليمني، أنا أريد أن أشكر في مقابل هذا النقد والمطالبة بالجانب اليمني القيم، أن أشكر التحالف على المجهود الكبير الذي يقوم به في المعركة. يعني أنتم في قناة الإخبارية تقومون بدور كبير، لذلك في ظل تقاعس من الإعلام اليمني. لكن هذا التقاعس ليس فقط، أنا أتحدث عن وسائل الإعلام، لأنه أنت تتحدث عن عملية اتصالية تستهدف الوصل الديني، التأثير على الرأي العام، التأثير على الفعل، تحريك الناس. نريد أستاذ عبد الملك، يعني اتضحت فكرتك. دكتور عبد الله، هل يعني كما قال أنه الإعلام، إعلام الشرعية اليوم ينقص الكثير من أجل يعني مواكبة الحاصل في اليمن، كيف يمكن معالجة هذا الخلل في إعلام الشرعية اليوم؟ يعني إعلام التحالف يحاول تفنيد بعض الصور التي تظهر من هنا ومن هناك، حتى يعني إعلام التحالف عندما حدثت يعني القصف في 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 في, في العزاء تحدث بصدق ويعني وأصدر بيان بهذا الخصوص، وهذه شفافية يعني كبيرة جدا. هل إعلام الشرعية اليوم بحاجة إلى 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 نقلة على مستوى مثلا المحتوى أو على مستوى الشخصيات، علما أن هناك يعني هي شخصيات إعلامية ربما تكون يعني متوافقة مع الرئيس هادي، هي اليوم تقوم بعمل ربما من الرياض أو من أماكن أخرى باتجاه يعني سير عملية الإعلام الشرعية، لكن لا يبدو أنها حاضر على المستوى الدولي. دعني أتحدث لك أخوي أيمن، نحن لسنا بحاجة إلى الإيمان بعدالة قضيتنا، قضيتنا عادلة، لكن نحن بحاجة إلى إقناع الآخرين بهذا. نحن أيضا بحاجة إلى أن تكون لدينا غرفة عمليات مشتركة، غرفة عمليات إعلامية مشتركة مثل غرفة العمليات الحربية، هي التي
تتصدر المشهد الإعلامي. اليوم إذا رأيت الخطاب الذي يصدر من التحالف تجد هناك بون شاسع في الخطاب، في المفردات، في المصطلحات، بينما تجد في الإعلام الصادر عن الميليشيات الإعلامية لإيران وتوابعها تجد هناك نوع من التركيز، نوع من التكرار، استخدام أسلوب معين. في البداية كان يستخدم الهجوم السعودي، ثم كانوا يطعنون بالشرعية، بعد الإقرار 22/16 بدأوا يطعنون بصلاحية وشرعية الرئيس هادي. لديهم مرتكزات معينة استطاعوا مخاطبة الداخل اليمني، نحن لم نستطع مخاطبة الداخل اليمني. علينا اليوم أن نتوجه للداخل اليمني. الداخل اليمني نسبة كبيرة فيه أمية، علينا أن نتوجه لهم عن طريق أجهزة ترانزستور، عن طريق الإلقاء عليهم الأجهزة الاستقبال التي تستطيع أن تستقبل، تستطيع أن توجههم، تستطيع أن تتعامل معهم. الحوثي اليوم استطاع عن طريق استيلاء على الصحف ووسائل الإعلام خنق جميع المنافذ التي لكن هناك يعني واضح أنه هناك يعني دعاية حوثية تقوم على جانب عسكري إنساني ولا تتطرق إلى جانب سياسي. يعني هناك محاولة إلى يعني قيام بحالة حربية داخل اليمن وحتى على الحدود، على الحدود، وأيضا حال تضخيم الوضع الإنساني، بالرغم أن هناك إشكاليات كبيرة في المناطق المحاصرة مثل تعز والحديدة وإلى آخره، ولا يوجد أي يعني دعاية سياسية. هل يمكن يعني الحوثي اليوم أن يلجأ مثلا إلى بث دعايات سياسية معينة كتكتيك آخر، أم أنه يستمر في مسألة الدعاية الإنسانية والدعاية والعمل العسكري؟ أنا أعتقد أنه سيلجأ إلى هذه الثلاث محاور. اليوم أعلن سعادة اللواء عسيري أن هناك 34 سفينة محملة بالمواد الإغاثية والدوائية والإنسانية تحتجز في ميناء الحديدة، يحتجزها الحوثي. لم نستطع أن نبلغ العالم، لم نستطع أن نوصل صوتا للمؤسسات الإنسانية تجاه هذا العمل اللا إنساني واللا أخلاقي. ايضا ما يوصل من مساعدات، اين يعني اين الخلل؟ هل يفترض انه يكون هناك نحن يعني نسمع ونشاهد هناك مؤتمرات تقيم يعني حكومه الرئيس هادي هنا في الرياض في بعض المناطق بخصوص الوضع الانساني وتقييم الحاله الانسانيه، لكن لا يبدو انها تاخذ الزخم. نحن اعتقد ان هناك ينقص زخم لتشخيص الوضع الانساني بدل ان تكون الشرعيه هي يعني صاحبة المصلحة هنا. يبدو أن الشرعية هي المستهدفة أيضا في هذا الموضوع. هل تعتقد أن الضغوطات أو التقارير التي ترد من ربما من منظمة الأمم المتحدة التي سمعنا أنها تقوم يعني بتقارير، وكلنا نعرف بعض التقارير التي صدرت من منظمة الأمم المتحدة وتنتقد فيها التحالف، ربما تؤثر على المنظمات الدولية وأجهزة الإعلام؟ إذا لا تنتظر أن الناس يأتون إليك، عليك أنك تذهب إلى الآخرين. نحن في الداخل، نحن في الخليج، نحن في الوطن العربي مقتنعين بعدالة هذه القضية وبالشرعية اليمنية. أنا أريد أن يكون هناك، أن يجوب اليمنيون، أن تجوب الشرعية اليمنية العالم بأسره. هناك جامعات، هناك جماعات ضغط، هناك مؤسسات إنسانية، هناك مؤسسات خدمات مجتمع في الدول الأوروبية، في أمريكا، في كل مكان. عليك أن تبادر لهم، أن تحمل لهم الوثائق، أن تحمل لهم الأفلام الوثائقية والتسجيلية. قد يكون ربما يعني الجانب الإنساني دائما مثير يعني لمسألة للإعلام، يعني الإعلام يبحث عن الإثارة في أساسه يعني كما تعرفون. أنت تريد أن تبين لهم الجانب الإنساني التي أنت تقدمه اليوم، تقدمه الشرعية عن طريق الإغاثة. ما التدخل اليوم، التحالف الشرعي لو لم يتدخل في اليمن لأصبح اليمن في كارثة إنسانية، لأصبح نسخة أخرى مطابقة لسوريا. إذا اليوم التحالف أنقذ اليمن أن ينزلق هذا المنزلق الخطير. يجب أن يبين هذا للآخرين، يجب أن يبين الجانب الإنساني، يجب أن تبين كمية المساعدات، يجب أن يسلط الضوء على مركز الملك سلمان للعمليات الإنسانية، كم من الأطنان، الأدوية، الأغذية، الخيام، الإيواء التي وفرت للأشقاء في اليمن. لا تتحدث للداخل، الداخل السعودي، الداخل السعودي أنا أعرف وأنا مطلع. حدث الآخرين، حدثهم بلغتهم، بالأرقام، بالصور، بكل شيء. أستاذ عبد الملك اليوسفي من مأرب، هل نجح يعني الإعلام الحوثي في ضغط على الشرعية وجهود الشرعية والشرعية يعني كقوة سياسية حاضرة في مؤسسات المجتمع الدولي يعني الأمم المتحدة هنا تحديدا؟
اسمح لي بداية أن أثني على مقاربتك الجميلة أستاذ أيمن، لأنك طرقت على نقطة على الجرح مباشرة. ولكن وعندما نتحدث عن الحوثي، الحوثي لم ينجح، حتى إيران لم ينجح، لأنه يقول عندنا في المثل البلدي من تغدى بكذبة مات عشابها. الحوثي يكذب، إيران تكذب، الذي حاصل التشخيص الحقيقي للواقع أن الشرعية فشلت. فشل الشرعية هذا هو سبب التقدم الذي يحدث. فشل يعني فشل من أي فشل الإعلامية أو العسكرية أو في المجتمع الدولي. لذلك يا سيدي فشل على أي مستوى؟ أتمنى أن تسمعني القيادة السعودية. هل أواصل؟ فشل على أي مستوى أستاذ عبد الملك؟ هل أواصل؟ فشل على أي مستوى أستاذ عبد الملك؟ على مستوى صناعة التأثير يا سيدي. الإعلام هو في الأخير هو محصلة لصنع تأثير وسم ذهني يؤثر على اتجاهات الرأي العام والخاص، على دوائر القرار، على الناس في البيئة الحاضنة الموجودة في المناطق الحرب، على البيئة العامة، الرأي العام في المحلي والرأي العام الناخب في الدول الأخرى. وبالتالي هذا الفشل كله يتجسد، يعني للأمانة الإعلاميين حق الشرعية وإعلام الشرعية عبارة عن أمور ترتيب بروتوكولي، أغلبهم لا يفهمون الإنجليزي ثم يذهب إلى جنيف للتمثيل. he cannot take any action. يعني وبالتالي لا يستطيع أن يعمل كوميونيكيشن حقيقي يؤثر على دوائر القرار. يا سيدي دعني أعود لنقطة مهمة جدا، أنه الإعلام هو في الأخير أداة وآلة مثل الكأس تشرب به، هو ليس الهدف وإنما التأثير هو الهدف. وبالتالي المس ميديا أو الإعلام، القنوات والإعلام الجمعي، هذا يحتاج له اتصال خاص خصوصا في دوائر القرار. نحتاج ابتعاث ناس لعمل تسويق سياسي ودبلوماسي لما يحصل، للجرائم اللي يقوم بها الحوثيين، للإنجازات التي يقوم بها التحالف. المقاربة الإنسانية سيدي، عندما نتحدث عن قواعد الاشتباك التي اتخذها التحالف العربي، هي منسجمة، لم يحصل في حرب في العصر الحديث ملتزم بقواعد القانون الإنساني كما هو حاصل في قواعد الاشتباك التي اتبعها التحالف. لكن للأسف الشديد هذه مسألة إعلام الشرعية مقصر عن توصيل هذه التأثير على دوائر القرار. ثم اليمنيين في الداخل هنالك أجندة معينة الناس يحتاجوها. أنت تحتاج أن تغني للناس ما يريدون، تحتاج رافعة تنموية تصنع وصلت إعلامية لرافعة تنموية، وصلت فكرة أستاذ عبد الملك الناس على الراية. بالتالي هذه الاحتياجات كلها نحتاجها، وأتمنى أن تسمعوني القيادة السعودية. وصلت فكرتك أستاذ عبد الملك اليوسفي، شكرا لك على انضمامك معنا من مأرب. كان معنا الأستاذ عبد الملك اليوسفي. أبقى معنا أستاذ أو دكتور عبد الله لنناقش المحور الآخر. نتابع بعد الفاصل. كلينتون تمضي بثبات تجاه البيت الأبيض، استطلاعات الرأي تنصفها وتضعها في المقدمة بفارقة 4-6 نقاط عن ترامب. Clinton is the most corrupt person ever to seek the office of the presidency of the United States.
أقل من 24 ساعة لتفتح صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس الأمريكي 45. تخبرنا الأرقام أن الهامش بين كلينتون وترامب المرشحين للانتخابات يتقلص شيئا فشيئا، وفي الأساس تعبر استطلاعات الرأي أو يفترض أن تكون مرآة لقياس أي الرئيسين أكثر شعبية، مما قد يسهم في توجيه المصوتين أو يؤثر على قرارهم. لكن يظل المزاج الناخب الأمريكي، وكما يخبرنا التاريخ عن ذلك، نزاعا إلى صناعة المفارقات. فقد انتخب بوش الابن في عز تورط الجيش الأمريكي في العراق، وانتخب أوباما من بعده كأول رئيس من أصول إفريقية. فإلى من سيصوت الناخب الأمريكي هذه المرة؟ إن قلنا أننا أمام أول امرأة في تاريخ أمريكا تقترب من البيت الأبيض، وبين شخصية غريبة الأطوار توصف بأنها ظاهرة أفرزها المجتمع الأمريكي ويعبر عنها اليوم بالترامبية. الرئيس الأمريكي 45، الساكن الجديد للبيت الأبيض، أصبح على بعد ساعات قليلة من تحقيق هدفه والوصول إلى الرئاسة الأمريكية. فالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب تصدر المنصات على مدى أشهر لاستقطاب الناخبين، والمتابع لانتخابات الرئاسة الأمريكية يبصم على شراسة التحدي مع الساعات القليلة المتبقية لإعلان الرئيس الأمريكي القادم. آخر استطلاعات للرأي تؤكد أن فلوريدا أصبحت الأشرس في المنافسة بين الولايات المتأرجحة التي يحتدم فيها السباق، حيث أن هناك احتمال كبير لأن يغير الناخبون تأييدهم في اللحظة الأخيرة من مرشح لآخر. ورغم تقدم المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون في استطلاعات الرأي على خصمها الجمهوري دونالد ترامب بأربع نقاط، إلا أن فرصة المفاجأة غير مستبعدة تماماً في الانتخابات الأمريكية. في السباق الرئاسي الحالي هو الأكثر غرابة في التاريخ الأمريكي، حيث أن نحو 15 ولاية ستحسم هذه الانتخابات، ومن بين هذه الولايات أريزونا وكلورادو وجورجيا وأيوا ونيفادا وميتشيغان. وبنظرة عامة على المنافسة الانتخابية الأمريكية والتي تتركز بشكل واضح في الولايات التي تملك أكبر عدد من أصوات المجمع الانتخابي أو المندوبين، وأبرز هذه الولايات هي كاليفورنيا ب55 صوتا. وبات السؤال المطروح هو من سيكون الرئيس الأمريكي 45 الذي يخلف الرئيس أوباما؟ هل سيحتل الديمقراطيون الرئاسة لفترة رابعة مستمرة؟ أم أن للجمهوريين رأي آخر؟ الانتخابات الأمريكية ووقع استطلاعات الرأي على الناخب الأمريكي ومدى مصداقيتها محور نقاشنا مع ضيوفنا الأعزاء الأستاذ الدكتور عبدالله العساف، كما ينضم إلينا من واشنطن الكاتبة الصحفية في صحيفة الحياة جويس كرم، وأيضا الباحث السياسي في المركز العربي في واشنطن جو معكرون. أهلا بكم جميعا، وأتوجه هنا إلى أستاذ جويس كرم من واشنطن. أستاذ جويس، ما مدى نفوذ مراكز استطلاعات الرأي وتأثيرها اليوم قبل 24 ساعة من انتخابات الأمريكية؟ يعني فعلا أيمن، كما ذكرت هي انتخابات مصيرية. أعتقد أننا أمام مواجهة بين رؤيتين متناقضتين للولايات المتحدة. استطلاعات الرأي قريبة جدا بين هيلاري وترامب. ترامب يحتاج إلى مفاجأة من العيار الثقيل، من عيار بريكسيت، حيث تتوافد الطبقة العمالية بأرقام قياسية لإحداث زلزال انتخابي وفوزه يوم غد. الأرجحية في ولايات ستحسم السباق مثل فلوريدا، مثل كارولينا الشمالية وبنسلفانيا، هي لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. إنما لن نعرف هكذا نتائج حتى توافد الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع التي تفتح، يعني ستفتح منتصف ليل اليوم في 3 بلدات في ولاية نيو هامشير. ويعني أيمن، الأرقام التي نظرنا إليها هذا الصباح
تشير إلى نسب غير مسبوقة في الإقبال على الانتخابات الأمريكية. حتى الساعة 43 مليون ناخب صوتوا في الانتخابات المبكرة في الاقتراع المبكر. هنا نتحدث عن ما يزيد عن 12 مليون أمريكي عن انتخابات 2012. نرى الإقبال من الأقليات اللاتينية الأمريكية وأيضا الأفريقية الأمريكية، ستكون محورية جدا في ولايات فلوريدا، في نيفادا، في أريزونا، وفي ولايات الجنوب الأمريكي. أعتقد أن المنافسة اليوم هي بين تحالفين ضخمين، بين تحالف بناه ترامب يعني كسر جميع التقاليد السياسية، تحالف من البيض، من الطبقة العمالية المهمشة، وتحالف هيلاري كلينتون الأشبه بتحالف باراك أوباما، وهو من النساء، الأقليات، والشباب الجامعيين. هي تراهن على تصويتهم بكثافة يوم غد. إذا لم يتم هذا الأمر فنحن قد نكون أمام مفاجأة انتخابية شبيهة ببريكسيت وما جرى في يعني المملكة المتحدة. نعم، سيد جو معكرون من واشنطن، أيضا يعني نفوذ هذه مراكز استطلاعات الرأي، هل يمكن أن تقدم لنا نتيجة مسبقة، أم أننا ربما نواجه يعني اليوم مع ميل كفة المرشحة هيلاري كلينتون للحصول على يعني أفضلية في الترشيح أو في التصويت، لكننا واجهنا أيضا إشكالية عندما كان هناك ترشيح كبير لهيلاري كلينتون في ميتشيغان في مارس الماضي، لنفاجئ أن ساندرز يكتسح في الانتخابات الحقيقية وبفارق كبير أيضا. هل هذا وارد اليوم؟ يعني في البداية إصلاحات الرأي الأبرز هي التي تقوم بها القنوات الكبيرة والصحف الكبيرة. بشكل عام هناك هامش خطأ صغير، الفارق عادة يكون حسب تحديد الناخب المسجل الذي يتم استطلاعه، وأيضا حسب طبيعة الأسئلة التي تطرح. فبالتالي هناك إجماع في الأيام الأخيرة على الإصلاحات التي هي الأهم، أن هناك تقدم ضئيل لهيلاري كلينتون لا يزال قائم إلى حد ما. الطريق الخريطة الانتخابية لكلينتون لا يزال أسهل، بمعنى يكفيها الفوز ببعض الولايات مثل بنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولينا لحسم السباق باكرا، على عكس ترامب يحتاج إلى الكثير، إلى أخذ أكثرية الولايات المتأرجحة ليتمكن من حسم السباق. هذا ما رده سيد، أما بالنسبة لموضوع ميشيغان وفوز سيجو، هذا ما رده إلى استطلاعات الرأي أما أم أرقام تم تسجيلها فعلا؟ لا، هناك استطلاعات الرأي، يعني هناك تجري معدلات لكل استطلاعات الرأي العامة. الآن رأينا منذ الأمس تمكنت هيلاري كلينتون من زيادة الفارق حوالي نقطتين ونصف ضمن هامش الخطأ، فبالتالي هذا يعكس المزاج العام. لكن الأهم هي الاستطلاعات التي تكون في الولايات المحددة. واضح أن هناك تقدم لترامب في أوهايو، هناك تقدم صغير جدا لكلينتون في فلوريدا، أو توسع الهامش في ميشيغان، أو عفوا في فيرجينيا وفي بنسلفانيا. هناك بشكل عام اتفاق على هذه العناوين حتى الآن، لو حملة ترامب رفضت الإقرار فيها، أو حتى حملة كلينتون في بعض الولايات. يعني هو سيأخذ الولايات الجمهورية المحسوبة عليه، لسيما جورجيا وتكساس، وهناك صراع معروف. أما بالنسبة لسؤال ميشيغان، يعني دائما التحدي كبير هناك لهيلاري، لأن لديها مشاكل مع الطبقة العاملة بشكل عام، عليها أن تراهن على خروج الشباب للتصويت، هناك الصوت العربي والمسلم معها في الولاية. وبالتالي كان قبل في الانتخابات التمهيدية ميشيغان ذهبت لساندرز نتيجة كل هذه العوامل، فهي تحتاج إلى جهد كبير
اللي تتمكن فعلا من 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 ضمان ميشيغان تبقى ولاية ديمقراطية ولا تذهب إلى الجمهوريين يوم غد. نعم دكتور عبد الله، مراكز استطلاعات الرأي في بشكل عام دائما في الدول يعني الديمقراطية لديها يعني ثقل على مستوى التحديد وقياس اتجاهات الجمهور. على مستوى الغربي هل تعتقدون أنه اليوم قادر اليوم تثبت مصداقيتها، أما أنها أيضا تخضع لتحدي هو تحدي يعني موجود في دول العالم الثالث؟ أنا لا أعتقد أن التحدي الموجود في دول العالم الثالث موجود لديها، لديها هي تنبؤات، لديها قياسات رأي، دراسات مسبقة، هي تعرف عقلية الناخب، تعرف تسويق الناخبين لأنفسهم، لها تجارب سابقة في قياس الحملات الانتخابية، تتابع منذ بداية الترشيح المرشحين حتى بداية ترشيح الحزب سواء الجمهوري أو الديمقراطي لمرشحهم في المرحلة النهائية، فبالتالي عندها قراءة متأنية وعميقة لمسيرة هذا الناخب ولبرنامجه الانتخابي، يخضع لتحليلات أيضا لسلوكه الإعلامي، لسلوكه في الماضي، المناظرة التي حدثت في السابق أيضا كان لها تقييم حول أي الرئيسين. اليوم المجتمع الأمريكي ربما يقال عنها أنها من أفضل أو من أشد الانتخابات تعقيدا وتأزما، لأنه حتى الناخب الأمريكي ما يزال في حيرة من أمره إلى أي الفريقين يتجه، إلى ترامب أو إلى كلينتون. هناك حيرة اليوم في التوجه قراءة نتيجة لقراءة بعض التفاصيل هنا وهناك، فالبعض ينتظر حتى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع ثم التوجه إلى ما يمليه عليه ضميره أو ربما تمليه عليه التوجهات العامة. نعم أستاذ جويس كرم من واشنطن، يعني ترامب يبدو متوجسا من استطلاعات الرأي، طالب يعني المدافعين عنه أو حلفائه من المصوتين بعدم النظر إلى الأرقام التي أو الأرقام التي تدلي بها وكالات استطلاعات الرأي أو وكالات الإعلامية، والتوجه إلى صناديق الاقتراع. يبدو أن هناك خشية من تسييس هذه الاستطلاعات. يعني أنا أعتقد أن مشكلة ترامب ليست هي في تسييس الاستطلاعات، هناك حال من الانفصام مع دونالد ترامب، يعني حين يتعلق الأمر بالاستطلاعات، حين يكون متقدما نرى أنه يغرد بهذه الاستطلاعات، وحين يتراجع فيها فلا نسمع منه أي كلمة وأي رقم عن هذه الاستطلاعات، لا في تويتر ولا في الفيسبوك. إنما أيمن، أعتقد أن العوامل الأهم التي يجب النظر إليها في انتخابات الغد هي نسب الإقبال من التحالفين اللذان بناه، يعني هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. حتى الساعة حملة هيلاري كلينتون تنظر وتبتسم إلى الأرقام في التصويت المبكر التي وصلت من نيفادا، الديمقراطيون يتقدمون بهامش 10% في الانتخاب المبكر في ولاية نيفادا، هذا هامش مريح جدا لحملة هيلاري كلينتون، سيصعب باعتقادي على ترامب اللحاق بها في الولاية الغربية. هامش التقدم للديمقراطيين هو أقل مثلا في ولاية فلوريدا، نقطة واحدة في الاقتراع المبكر. هذا يجعل أعتقد أننا سنكون أمام معركة ضارية ومعركة كسر عظم في فلوريدا، التي كما تعرف حسمت انتخابات العام 2000 بفارق 550 صوت أو ما شابه ذلك للرئيس جورج دبليو بوش. يعني أعتقد أنه من غير المجدي التقليل من أهمية دونالد ترامب حتى لو كشفت الاستطلاعات أنه متراجع. هذه الانتخابات لماذا أستاذ جويس؟ لماذا أستاذ جويس؟ لماذا؟ لأن قاعدته الانتخابية متحمسة جدا، تجمعاته الانتخابية اليوم يشارك بها أكثر من 15,000 شخص، يعني نرى أن كلينتون هي بحاجة لاستقطاب المغنية بيونسي أو كيتي بيري أو لاعب كرة السلة جيمس ليبرون لحشد هذه الأرقام.
من هنا أعتقد أن نسب الإقبال للشريحة الموالية لترامب قد تكون مرتفعة يوم غد. هو مرشح استثنائي غير تقليدي، أذكر عندما أعلن ترشحه العام الفائت ويعني المراقبين والمستطلعين حتى في الولايات المتحدة قالوا أن لا فرص أمامه بالفوز وأنه مهرج. اليوم هو مرشح الحزب الجمهوري وهو بعيد خطوة واحدة عن كرسي الرئاسة وخلف باراك أوباما. نعم سيد جو معكرون من واشنطن، هل يعني كنا قبل تقريبا أسبوع كان لدينا فارق كبير بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب لصالح كلينتون لولا ما أثير مؤخرا عن موضوع يعني اللغط حول يعني مكتب التحقيقات الفيدرالية، وجدنا أنه الفارق يتضاءل فيما يخص استطلاعات الرأي. هل تعتقدون أنه المستوى الفضائحي في 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 في, في الانتخابات اليوم في الانتخابات الأمريكية قد يحسم يعني المقعد الرئاسي لأي من المرشحين؟ يعني أصبح لكلاهما مناعة إلى حد ما من الفضائح، يعني الناخب الأمريكي تعود إلى حد ما عليه أن يختار بين هذه الشخصية ترامب بكل تهوراتها وإهاناتها وبين كلينتون بفضائحها وعيوبها التي حصلت، فبالتالي كل هذا أصبح أعتقد ضمن تفكير الناخب الأمريكي قبل الانتخابات الذي كما أشرت هي غريبة إلى حد كبير. لكن مشكلة ترامب أنه حرك كثير من الجسور، هناك مجموعة كبيرة من الجمهوريين ضده، موضوع إهاناته للأقليات للنساء، فبالتالي قاعدته اللي هي الرجل الأبيض بشكل عام بدون قاعدة بدون شهادة جامعية قد تكون قوية، لكن المشكلة ليست كافية حتى الآن لإيصاله إلى البيت الأبيض. أرقامه لم تتخطى معدل معين يكفي للفوز، فبالتالي هو نعم لا يزال يشكل خطر بشكل عام، لأن كلينتون هي مرشحة ضعيفة كانت بحاجة حتى إلى أوباما في الأيام الأخيرة لمساعدتها تجاوز الأزمة التي فجأتها بموضوع ملف التحقيق. الديمقراطيين بشكل عام هم الذين يقترعون مبكرا، الجمهوريين يميلون إلى التصويت يوم الانتخاب، فبالتالي ساعده أوباما في الأيام الأخيرة فعلا لتصويت الأفارقة الأمريكيين في كارولينا الشمالية وفي فلوريدا وفي غيرها، الآن نراها في ميشيغان وفي بنسلفانيا لأن الولايتان ليس لديهما تصويت مبكر فتركتهما لآخر يوم أو يومين، فبالتالي هذا هو المشهد الانتخابي الآن. أعتقد هل عاد إلى يعني طبيعته الضرر من هل من مفاجآت على مستوى الولايات في بالنسبة لاستطلاعات الرأي، هل من مفاجآت في استطلاعات الرأي على مستوى الولايات أو أن الأمور لا تزال الكل في معسكرية وحفظ؟ أنا لا أتوقع مفاجآت، أعتقد ستحسم لا أتوقع مفاجآت، أعتقد ستفوز كلينتون نظرا لكل المؤشرات. أوهايو ليست لصالحها، هذا أصبح واضح. نيفادا نتيجة أصوات اللاتينية حتى هناك إقرار جمهوري بأنها ذهبت إلى كلينتون. التحدي الكبير بالنسبة لها هي الحفاظ على ميشيغان وبنسلفانيا، أما في إطار المعركة الأشمل لا أعتقد أن الانتخابات متقاربة كما يوحي خاصة الإعلام الأمريكي. نعم شكرا لكم أستاذ جو معكرون لانضمامك معنا من واشنطن، شكرا أيضا أستاذ جويس كرم لانضمامك معنا، شكرا لك دكتور عبد الله العساف على انضمامك معنا لهذا اليوم، الشكر لكم أعزائي المشاهدين، نراكم غدا بإذن الله تعالى.